أمامكم الانطلاقة، ولقاء مثير، لقاء سيجمع الكثير من الأهداف بالنسبة للهلال. وهذا أمامكم توفيق زعبوب المدرب التونسي لفريق التعاون. مشاهدينا الكرام، صراع على الرباعي، وهذا طارق ثابت التونسي. ترجع الكرة أمامية لمجدي، أمامية الكرة ولم يلحق بها طول الكرة. يلعب الكرة وليد ناحية الشامخ القذافي، الشامخ ولكن تطول بالكرة. تمريرات للهلال، هذا توفيق زعبوب من الجهة اليمنى. اسماعيل الحاسي يلعب الكرة جاية اليسرى ناحية ادريس والشلوي، ولكن هناك خطأ، لكن الكرة رمي التماس. ماذا يشير الحكم الدولي احمد الشلماني؟ احمد جمال يلعب الكرة، هجمة للتعاون، الشلوي، ولكن الكرة خارج المرمى. ناحية احمد جمال يلعب الكرة، هجمة للتعاون شامخ القذافي، وماذا شامخ القذافي، وتسديدة ادريس الضراد، يمر ادريس، جميلة الكرة، يلعب الكرة ولكن يبعدها حسام، وماذا هنا؟ ركلة جزاء لصالح فريق الهلال. الهلال أخطر في هذه الدقائق، هجمة كانت للهلال يبعدها التونس أمام الحكم الدولي أحمد الشلماني، ولا مجال للنقاش للاعبين. ركلة جزاء بعد أن تجاوزنا 20 دقيقة من اللعب. ركلة جزاء لصالح فريق الهلال. عبد السلام الفيتوري، ويصدها فتحي الطلحي، يصدها بكل اقتدار فتحي الطلحي، ولا أروع صد منيع فتحي الطلحي أمام المهاجم الدولي عبد السلام الفيتوري. ترجع الكرة من جديد، هذه الركلة أعطت حيوية وأعطت نشاط للاعبين بأن تكون الفرجة أقوى وأمتع بالنسبة للقاء الهلال والتعاون. الشلوي، هجمة للتعاون، يراوغ الشلوي، تدخل، هذه أمامكم ركلة جزاء. عبد السلام الفيتوري يلعب الكرة، ولا أروع فتح الطلحي قرأها بكل امتياز، فتح الطلحي هذه الكرة، كرة عبد السلام الفيتوري مهاجم فريق الهلال. من جديد اللعب، ترجع الكرة ناحية الشلوي من جديد، هجمة للتعاون، تصل بالكرة وجديد، وهدف، هدف 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 لصالح فريق التعاون. أحمد جمال بعد أن جاءت الكرة على طبق من ذهب، أكثر من هجمة، وهذا الشلوي أمامكم، رجعت الكرة من إدريس الضراد، وأحمد جمال يعني أسكن الكرة على يسار خالد المسماري. مجدي رطيبة، لا يا مجدي، مجدي ماذا فعلت يا مجدي؟ هجمة للتعاون، فرج عبد الحفيظ، وأروع ولا أروع خالد المسماري صد الكرة من جديد، هجمة للتعاون وتسديدة. الكرام، وهنا في جدابية لقاء التعاون والهلال، وهذه هجمة للهلال ويبعدها محمد حسام. الجهة اليسرى ناحية إدريس الضراد، أسامة بالعيد يراوغ، أسامة بالعيد يدخل المنطقة، وركلة جزاء، ركلة جزاء، أو ماذا يشير الحكم؟ قريب جدا أحمد الشلماني، كان قريب، توقعت أن ركلة جزاء لأن أسامة بالعيد دخل وراوغ، ماهر العبيدي ذهب أمام، ونعم هناك تمثيل واضح من أسامة بالعيد بين علي شتوي وكذلك ماهر العبيدي. ترجع الكرة وليد حسن، جمالها الأهداف، وهذا ما شاهدناه في لقاء اليوم الهلال، ولكن الكرة فتحي الطلحي، التعاون يتقدم، ينجح طه ماهر، هذا اللاعب يلعب الكرة، تسديدة ولكن الكرة ركنية لصالح فريق، يفكر إدريس الضراد في التنفيذ، طارق ثابت يبحث عن حلول، يلعب الكرة إدريس وأقرب لفتح الطلحي، مات طارق ثابت للاعبين. أمجد عامر، الهلال أخطر، الهلال أفضل، وهذه هجمة للهلال، هجمة للهلال، ومهند المغربي يلعب الكرة عالية جاءت من، ولكن سيد مهند المغربي ارتقى لها وكان
وحيدا. اللاعب طه الشلوي، طه الشلوي هل يسدد ام لا؟ يلعب الكره تسديده، تسديد طه الشلوي ولكن دون عنوان. وليد حسن هجمه للهلال ويضيع، يضيع الكره. مهند فعلا، مهند وجه لوجه امام فتح الطلحي ويطلق الكره احمد، يعني الصافره احمد الشلماني.